منحة الجامعة الأمريكية في بيروت بلبنان منحة ممتازة بتشمل العديد من المنح المختلفة، كمان بتشمل العديد من الكليات، والمنحة متاحة لجميع الطلاب من جميع أنحاء العالم، وبالأخص جميع الطلاب العرب اللي بيتابعوا قناة دكتور المنح من أي دولة عربية. خلال الفيديو بتاعنا هنتعرف على التفاصيل والمميزات والكليات المتاحة والمستندات المطلوبة وشرح طريقة التقديم على المنحة خطوة بخطوة. فلو حابب تستفيد من الفيديو تابع الفيديو من البداية للنهاية، ولو عندك أي سؤال أو أي استفسار أنا ما ذكرتوش في الفيديو بتاعنا اتفضل انزل سيبه في الكومنتات وأنا هحاول أرد عليكم جميعا بقدر الإمكان. ويا ريت في نهاية الفيديو لو استفدت ما تنساش إنك أنت تدعمنا بلايك، ولو لسه ما اشتركتش في القناة يا ريت تشترك. ورمضان مبارك عليكم جميعا، ويلا بينا نروح على اللابتوب بتاعنا. ازيكم يا شباب مرة تانية، وزي ما قلنا النهاردة هنتكلم عن منحة الجامعة الأمريكية في بيروت بلبنان. طبعا ده الموقع الجديد بتاعنا، الموقع الجميل اللي طبعا حضراتكم شايفين احنا بنعرض الفرصة من عليه. لو جيت تنزل هنا معايا في التفاصيل الخاصة بالمنحة، فزي ما قلنا ان الدولة المستضيفة هي لبنان، والجهة المانحة هي الجامعة الأمريكية بلبنان. المراحل الدراسية اللي تقدر تقدم على المنحة دي تحصل فيها على درجة علمية هي البكالوريوس، وطبعا زي ما ذكرنا ووضحنا في بداية الفيديو ان يمكن لجميع الطلاب من جميع انحاء العالم وبالاخص جميع الطلاب العرب يقدروا يقدموا على المنحة دي. مفيش سن محدد للتقديم على المنحة. شهادة اللغة الانجليزية في الابليكيشن هتكون موجودة ولكنها مش متطلب اجباري، يعني لو معاك بتقدر ترفقها، لو مش معاك مفيش اي مشكلة. اخر ميعاد للتقديم على المنحة هيكون 15 ابريل 2022. في بعض الملحوظات الهامة والمعتادة واللي بنقولها في كل فيديو، لو حضرتك حابب تقدم على أي منحة دراسية بنفسك أو تدريب أو تطوع، فأنت بتقدر تتابع خطوات الشرح التفصيلية اللي بتقدمها على قناة دكتور المنح كالعادة. ولو عندك الرغبة الشخصية إنك أنت تستفيد من خدماتنا سواء في التقديم على منح دراسية، تجهيز مستندات أو ترجمة المستندات لأي لغة، فكل اللي عليك إن حضرتك بتملى الأبلكيشن الخاص بينا، واللي بتلاقي اللينك بتاعه موجود في صندوق الوصف اسفل كل فيديو من فيديوهاتنا، او بتلاقي هنا من خلال التقديم من خلال فريق دكتور المنح بتملى الابليكيشن وبيبدا يتواصل معاك الفريق الخاص بينا، وده طبعا برجع اقول لك بناء على رغبتك الشخصيه. طيب ايه هي كليات التخصصات المتاحه للتقديم؟ هتلاقيني هنا سايب لك، لو انت ضغطت على الموقع الرسمي الخاص بالجامعه بتضغط عليه بتفتح معاك الصفحه دي واللي فيها جميع البرامج زي ما انت شايف هنا الميجرز اند بروجرامز، دي البرامج المتاحه واللي بتقدر تقدم عليها. طبعا بالنسبه لي البكالوريوس انت هتكون مركز على البكالوريوس اللي هو هنا اختصارها بي اس، تمام؟ انت هنا هتشوف كل البرامج المتاحه للبكالوريوس واللي انت تقدر تقدم عليها، وكمان هنشوفها مع بعض لما ندخل على الابليكيشن الخاص بالمنحه بتاعتنا، تمام؟ ولكن حبيت اوضح لك ازاي تجيب البرامج والتخصصات المتاحه بالنسبه للناس اللي دايما بتسالني في الكومنتات ايه هي الكليات المتاحه. اديني وضحتها بالتفصيل من على الموقع الرسمي الخاص بالمنحه. طيب هنا بالنسبة لمميزات المنحة والتمويل، زي ما قلنا في بداية الفيديو ان المنحة دي بتشمل العديد من المنح المختلفة، يعني هم بيقدموا العديد من البرامج المختلفة من المنح الدراسية. كل منحة ليها نسبة تمويل معينة، 85%، 70%، 50%، ده شرح النسب التمويل اللي انا بقول لك عليها، تمام؟ يعني انت حضرتك تقدر تطلع على المنح دي من فين؟ لو انت جيت هنا تضغط على الموقع الرسمي بالنسبة لمميزات المنحة بتفتح معاك الصفحة دي، تمام؟ هنا دي المنح المتاحة، دي المنح الدراسية المختلفة المتاحة واللي حضرتك تقدر تحصل على واحدة منهم. وانا ديني بذكر لك في الفيديو بقول لك مرة تالتة او رابعة تقريبا ان هنا في مجموعة من المنح المختلفة، انا مطلعتش وما قلتش كلمة منحة ممولة بالكامل، انا هنا بقول لك دي البرامج اللي موجودة واللي بتقدمها الجامعة الامريكية في لبنان. تقدر تطلع على كل برنامج من البرامج اللي موجودة من المنح من الموقع الرسمي علشان خاطر حضرتك تكون عندك خلفية بالمنح الدراسية المقدمة من الجامعة الأمريكية في لبنان. طيب أنا هحصل على أي منحة من دول؟ حضرتك ده بيرجع لإيه؟ بيرجع لقوة الأبليكيشن بتاع حضرتك، وكمان المراجعين، يعني الأشخاص المسؤولين عن مراجعة الأبليكيشن الخاص بيك بعد ما أنت بتقدم، بيبدأوا يفحصوا الأبليكيشنز بيشوفوا مين يستحق منحة ومين ما يستحقش منحة. طيب الشخص اللي بيستحق منحة هيدوله أي منحة من المتاحة هنا قدامك، تمام؟ يبقى هنا احنا اتكلمنا عن الجزء الخاص بالمنح
الدراسية اللي بتقدمها الجامعة الأمريكية في لبنان. هنرجع مع بعض للشرح بتاعنا. المستندات المطلوبة ايه؟ بتملى الابليكيشن الخاص بالمنحة. خلي بالك ان كل حاجة في الابليكيشن بتكون مطلوبة انك انت تملاها باللغة الانجليزية، ولكن هو بيكون محدد لك كده، يقول لك اكتب اسمك باللغة العربية في مكان معين، يقول لك اكتب اسم والدك باللغة العربية، اكتب اسم والدتك باللغة العربية. يعني لما هو يقول لي اكتب كذا in Arabic فانت هتكتبها باللغة العربية، غير كده هتكتب كل حاجة باللغة الإنجليزية طالما هو ما قالكش in Arabic. أتمنى إن الناس تكون مواكبة معايا الشرح، علشان خاطر كل كلمة بنقولها في كل دقيقة بتكون مهمة وهتفرق مع حضرتك لو مهتم بالتقديم بطريقة صحيحة. طيب هنا بيكون طالب مني ايه كمان؟ صورة شخصية، صورة من جواز السفر، وجواز السفر هنا اجباري ما ينفعش بطاقة هوية شخصية. طالب منك تكتب المقالات، المقالات دي بتكون يعني حاجة زي خطابات التحفيزية. طالب منك شهادة اللغة، وبرجع وبكرر لك مرة تانية ان وجدت. تمام. طيب هنا ده الموقع الرسمي الخاص بالمنحة، لو ضغطت عليه بتفتح معاك نفس الصفحة دي اللي بيعرض لك فيها جميع المنح المختلفة. لما نيجي مع بعض نضغط للتقديم على المنحة مباشرة بيفتح معاك الصفحة دي. أنا حضرتك طبعا أول مرة بتسجل بتيجي بتضغط على first time applying، بتفتح معاك الصفحة دي، بتكتب هنا كلمة سر خاصة بيك وكلمة سر مرة تانية، وبتفتح هنا السهم وبتختار انت عايز تدرس بداية من سمر 2022 ولا فول 2022 2023. الاختيار ده بيرجع لحضرتك، بتختار، بتضغط على لوجن، بتيجي لك رسالة على البريد الخاص بيك، بيبعت لك فيها اللوجن اي دي الخاص بيك، تمام، والبي اي ان طبعا انت كتبته. تضغط على لوجن بيفتح معاك الابليكيشن بتاعك. هنا طبعا انت اول مره بتسجل بتضغط على نيو وبيبدا يكمل معاك الابليكيشن زي ما نشوف مع بعض. بتختار انك انت حضرتك بتقدم على ادميشن از افريشمان، انك انت بتقدم دراسه من البدايه، تمام. طبعا في حد هيكتب لي في الكومنتات وانا متاكد من كده ويقول لي انت بتقدم على الجامعه، بتقدم على ابليكيشن الجامعه مش بتقدم على منحه. حضرتك بتقدم على ابليكيشن الجامعه وهم بيعتبروك تلقائيا في منحه دراسيه بمجرد قبولك. تاني بكرر، انت بتقدم على ابلكيشن الجامعة وهم بيعتبروك تلقائيا في منحة دراسية، تمام. طيب هنا هفتح انا الابلكيشن بتاعي. هنا حضرتك الابلكيشن مشابه شوية لمنحة جامعة قطر، هنا في العديد من الخانات اللي انت المفروض تملاها. انا هركز على خانات معينة ولكن هشرح لك كل واحدة نظريا. هنا في الجزء الخاص بالنام انت بتبدأ تكتب اسمك، اسم والدك، اسم العائلة، اي خانه متعلم عليها بالنجمه الحمراء زي ما هوريلك دلوقتي زي ما انت شايف هنا، فدي مطلوبه منك تملاها اجباريا. كمان هنا ما تنساش زي ما قلنا، هنا بيقول لك في بعض الاوقات full name in Arabic، يعني هو طالب منك انت تكتب اسمك بالكامل باللغه العربيه، فانت هنا لازم تكتب اسمك بالكامل باللغه العربيه. لكن اي حاجه تانية مش محدد لك in Arabic فافهم ان هو عايزك تملاها باللغه الانجليزيه، وده الكلام الصحيح. علشان لو هتسألني في الكومنتات وتقول لي ينفع املى الابليكيشن بتاعي كله باللغه العربيه، الاجابه لا، اللي طالبه منك ان عربي هتكتبه بالعربي. طيب دخلنا البيانات بتاعتنا، اسمك بالكامل بالانجليزي وبالعربي، اسم والدك ووالدتك بالانجليزي والعربي. خلاص انا اضغط على كونتينيو وادخل على الجزء اللي بعد كده. انا اضغط هنا على التشيك ليست، الجزء اللي بعد كده اللي هو الميلينج ادرس والبيرسونال ادرس. دول حضرتك بتكتب فيهم ايه؟ بتكتب العنوان بتاعك، اسم الشارع، المدينه، المحافظه، الدوله بتاعتك، وهكذا. تمام. طيب الانترناشنال انفورميشن دي لو ضغطنا عليها بيسالك عن الجنسيه بتاعتك، بيسالك على مكان الميلاد الخاص بحضرتك. تمام. بنضغط على كونتينيو في كل مرحله. طبعا انا بضغط على تشيك ليست عشان ارجع لك واشرح لك الحاجات المهمه من هنا واوضح لك كل حاجه. تمام. البلاند كورس اوف ستادي، انت عايز تروح تدرس ايه؟ طيب هنا انا فتح معايا علشان خاطر اختار البرنامج اللي انا بخطط لدراسته. تمام. بفتح السهم بلاقي جميع البرامج المتاحه لدراسه البكالوريوس موجوده هنا قدامي. ببدا بقى اشوف انا عايز ادرس بكالوريوس في اي واحده من دول، دي طبعا بترجع لرغبه حضرتك الشخصيه. تمام. هبدا اختار انا اي واحد من دول، وطبعا بتضغط على كونتينيو عشان خاطر تكمل باقي الابليكيشن بتاع حضرتك. تمام. هنا البيرنت انفورميشن زي ما احنا نشرحها مع بعض، هنا بتشوف انت عايز تدخل بيانات مين، والدك او والدتك او ايا كان. بعد كده بتدخل بيانات عنه زي اللاست نيم، اسم العائله، اسمه، الاسم الاوسط يعني اللي هو اسم والد والدك اللي هو جدك. يعني انت بتدخل هنا معلومات مثلا كلها عن والدك او ايا كان الشخص اللي انت اخترت العلاقه بيك ايه. تمام.
المكان اللي هو بيعيش فيه، الدولة هو بيشتغل ولا مش بيشتغل. كمان هنا انت بتيجي حضرتك تكتب رقم التليفون بتاعه، بعد كده كونتينيو. هنا انا هضغط طبعا على تشيك ليست عشان خاطر اكمل معاك البيانات زي ما موجودة. الهاي سكول، هنا انت بتدخل بيانات عن التعليم السابق بتاعك، اسم المدرسة بتاعتك، انت اتخرجت سنة كام او متوقع ان انت تتخرج سنة كام. لو انت مثلا طالب دلوقتي في ثالثة سنة وحابب انك انت تقدم، فانت لسه ما خلصتش الثانوية العامة وحابب انك انت تقدم على المنحة دي عشان تبدأ دراسة بكالوريوس من العام المقبل، فانت طبعا بتكتب له انت اتخرجت امتى لو كنت اتخرجت بالفعل، او طبعا لو انت لسه ما اتخرجتش ولسه في ثالثة سنة هتكتب له التاريخ المتوقع لتخرجك. تمام. بعد كده في الجزء الخاص بالاديشنال انفورميشن، هنا بيسألك بعض الأسئلة. طبعا انت هنا الحاجة اللي مش متطابقة عليك، فانت بكل بساطة بتيجي تكتب له ان سلاش ايه اللي هو نوت ابليكابل، هو هنا كاتب لك انتر ان ايه فور انفورميشن نوت افيلابل للأسئلة الغير متاحة. تمام. طيب بعد كده بيكون طالب منك ان انت ترفق له المستندات بتاعتك، ابلود دوكيومنتس. تيجي هنا بتضغط على بليز كليك هير تو ابلود يور دوكيومنتس، بيكون طالب منك ايه الملفات اللي احنا ذكرناها ووضحناها، ولكن اكررها لك مرة تانية، زي الصورة الشخصية، جواز السفر الخاص بيك، بيان الدرجات الخاص بيك. تمام. بعد كده هنا انت بتضغط على يس، هو هنا بيقول لك ابلود دوكيومنتس يعني انت رفقت المستندات بتاعتك، فانت هنا بتقول له يس. بعد كده بتيجي في الجزء الخاص بالاكتيفيتيز، الجزء ده خاص بالانشطة اللي حضرتك قمت بيها. لو انت عملت اي نشاط زي الانشطه المدرسيه، اعمال تطوعيه، الخدمات المجتمعيه، بتقدر تكتب له كل حاجه عنها. وطبعا لو عملت حاجه بالفعل يا ريت تكتبها، لان دي بتفرق معاك في الابليكيشن بتاعك. بعد كده الايسي كويشنز اللي هي الاسئله او كتابه المقالات. طيب في الجزء ده هو هنا بيقول لك السي 1 والسي 2. تمام. طيب في المقال الاول هنا بيقول لك اكتب فيما لا يزيد عن 100 كلمه عن موضوع من الاثنين اللي هو مديهم لك هنا. يعني هو هنا مدي لك السؤال الاول، هنا مدي لك السؤال الثاني، انت هتكتب فيما لا يزيد عن 100 كلمه عن واحد من الموضوعين دول. وهنا في السي الثاني هنا بيقول لك ان انت هتكتب له فيما لا يزيد عن 300 كلمه عن الموضوع المطلوب منك هنا. تمام. فانت بتكتب له المقالات دي. طبعا بعد ما حضرتك بتخلص بتضغط على كونتينيو، وبعد كده بيبدا يكمل معاك الابلكيشن. اذا كان في دفع رسوم ابلكيشن او مفيش دفع، انا هنا بالنسبه لي ما كملتش الابلكيشن، فانا مش هقدر ادخل على الخطوه اللي بعد كده. ولكن انا بسبب موضوع دفع رسوم الابليكيشن ذكرت قبل كده في فيديو انك انت سواء بتدفع رسوم ابليكيشن او مش بتدفع رسوم ابليكيشن، فده بتدفعه للابليكيشن اللي حضرتك بتقدم عليه، فده لا يعنيني في اي شيء علشان خاطر حضرتك ما تسالنيش في الكومنتات، لان الموضوع ده جاب لي يعني اقل حاجه اوصفها يعني جاب لي اهانه. فانا موضوع ان في رسوم ابليكيشن مفيش اي رسوم ابليكيشن، دي حاجه ترجع للجهه المانحه. لو انت شايف الموضوع رسوم الابليكيشن ده بيضايق، فانت ممكن تتواصل معاهم، والافضل من انك انت تيجي توجه لي انا اهانه ان انا بشرح لك، ممكن انت تتكلم مع الجهه المانحه وتسال له انت ليه حاطط رسوم ابليكيشن، ده لو كان في رسوم ابليكيشن. فانا كده بكون خلصت شرح طريقه التقديم على المنحه الخاصه بالجامعه الامريكيه في بيروت بلبنان. اتمنى ان الشرح بتاعي كان واضح وبسيط، واتمنى ان حضرتك تكون استفدت من الفيديو. اتمنى ان اللي هيقدم على المنحه دي ان شاء الله يحالفه الحظ ان هو يتقبل في المنحه دي. ما تنساش تدعمنا بلايك، ولو لسه ما اشتركتش في القناه يا ريت تشترك. اتمنى يكون التوفيق جميعا، وشكرا.